عناصر السعادة خمسة. أولاً أن تجعل الله سبحانه وتعالى نصب عينيك في السر وفي العلن. الثانية تحب اللي حولك وتمشي الزلات والقصور. ليه؟ حتى لا تنقل المشاحنة والنكد معاك إلى البيت إلى فراشك. الثالثة أن تحب طبيعة تخصصك سواء أنت تدرس ولا تعمل. ليه؟ أولاً هو مصدر رزقك، هو سمعتك، هو وقتك تقضي فيه من الوقت أكثر من وقت تقضيه مع نفسك وأهلك. كن جميلاً ترى الوجود جميلاً. الرابعة بلدك اللي ترزق فيها، مين اللي تولد فيها؟ اللي تولد فيها خلاص انتهت مرحلة الطفولة، مرحلة ولادة انتهت، سافرت عنها تركتها. أي بلد أنت فيها هي بلدك. الخامسة والأخيرة، إذا لم تأتي بجديد إلى الدنيا فأنت عبء عليها.